اليوم معانا سيارة بفئة السيدان المتوسطة من شركة رينو وهي الميغان LE. طبعاً هاي السيارة بتتنافس بأسواقنا مع تويوتا كورولا، هوندا سيفيك والمازدا 3 ومن كوريا مع الهونداي إلانترا والكيا سيراتو. خليني أعرفكم أكثر على الرينو ميغان LE بشكلها الجديد. رأيي عم تتميز ميغان بتصميمها، خاصة بعد استخدام الشكل الأمامي الجديد اللي عم لاحظه على كل موديلات رينو الجديدة. ومع هاي أضواء الـ LED بالكامل وأضواءها النهارية المميزة اللي بلفوا شعار رينو الكبير بمنتصف الشبك الأمامي، وأيضاً من جانب السيارة عم تجينا السيارة بشكل انسيابي كبير مع خطوط جميلة كتير على الأبواب، وطبعاً مع سقفها المنحني اللي بذكرنا أنه هاي السيارة مبنية من موديل الهاتشباك المشهور بأوروبا. ومن الخلف راح تميزوا رينو فوراً على الطريق بأضواءها اللي بيستمروا من الجانب للخلف لمنتصف السيارة وبوقفوا قبل شعار رينو الكبير بمنتصف صندوق الأمتعة. وطبعاً مع هذا كله السيارة عم تتميز بحضور كبير على الطريق، فعلاً نجحت رينو تعطي هاي السيارة حضور بيعطيها تميز عن السيارات الباقية بهاي الفئة. بتمنى لو بقدر أقولكم إنه هذا التميز بالتصميم الخارجي والحضور اللي أعطتنا إياه السيارة استمر معنا بالتصميم الداخلي للسيارة، ولكن التصميم الداخلي مع إنه حصلنا فيه على شاشة قياس 8.7 إنش عمودية على شكل تابلت بمنتصف التابلو، واللي حاولوا فيه يختصروا كتير من الأزرار داخل هاي الشاشة، ومع إنه في إضاءة ليلية كمان تقدر تتحكم بألوان مختلفة من 5 خيارات، ومع انه كمان السيارة فيها فتحة سقف بتقول رينو انها الاعرض بفئتها، ولكن اللي بقدر اقوله بالمختصر عن التصميم الداخلي انه هو محاولة جيدة للوصول لتصميم مختصر وانيق. اما بالنسبة للقاعدين ورا، فمثل ما احنا شايفين المساحة قدامي مع هذا المقعد اللي هو عم تناسب مع قيادتي للسيارة، المساحة هون شوي ضيقة. وبتتذكروا لما حكينا عن تصميم السيارة الخارجي وتكلمنا عن السقف المنحني وقلنا انه بذكرنا انه هاي السيارة هي مصنوعة على قاعدة سيارة الهاتشباك، فهذا كمان عم ضيق المساحة فوق راسي، فهو شوي عم بيكون ضيق خاصة للناس الطويلين في القامة. ومنيجي هلأ للمواد المستخدمة بتصنيع السيارة من الداخل. فعدا عن المواد الطرية الموجودة هون على التابلو والجلد طبعا الموجود على الكراسي وعلى جانب الأبواب هون، لكن باقي البلاستيك المستخدم بكل أرجاء السيارة فهو خفيف كتير ومن نوعية كتير قليلة ما بتليق بالحضور اللي حكينا عنه واللي هو عم ناخده من تصميم السيارة الخارجي. ولكن عم تحاول الميغان بهاي النسخة LE تعودنا عن هاي النوعية من المواد المستخدمة جوا بالعديد من التجهيزات والمواصفات اللي حكي لكم عنها هلأ. فمثلاً الشاشة اللي حكينا عنها بالمنتصف التابلو واللي قلنا بتشبه التابلت واللي بتذكرنا بشاشات شفناها على سيارات التسلا، هاي الشاشة عم تيجي مع نظام R-Link من رينو. هذا النظام عم بيعطيك خيار بأنه أنت تتحكم وتخصص شاشات صفحات رئيسية متعددة وبروفايل خاص فيك لكل هاي الشاشات. طبعاً هاي الشاشات تقدر تحط فيها ويدجتس أو أبليكيشنز مختلفة بتبين لك معلومات مختلفة. طبعاً السيارة بما أنها عم تيجي مع نافيجيشن، بلوتوث ودعم لنظامي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، تقدر أنت تحط وتخصص هاي المعلومات على هاي الشاشات، وبتقدر تقسم كل شاشة لتحط فيها كذا معلومة مختلفة. طبعاً السيارة كمان مزودة بنظام تكييف أوتوماتيكي منفصل للسائق والراكب مع فتحات تكييف بالخلف، وهذا النظام عم بيجي فيه خاصية كتير استغربتها، هي عم تبين لك مدى تلوث الهواء اللي عم بدخل لجوا السيارة إذا كان بتهمك مثل هيك معلومة. ونستمر مع المواصفات، فالسيارة كمان مزودة بنظام مساعدتك على صف السيارة أوتوماتيكي بالكامل، وبتقدر فيه تتحكم بصف السيارة بالصف العمودي والمتوازي أو المايل، يعني 3 خيارات. وجربته وكان مستواه جيد جدا، ما بدي أقول إنه هو كان بيرفكت، ولكن كان فعلا بيساعدك على الصف.
وطبعا السيارة معانا عم تيجي مزودة بفرامل يدوية كهربائية، وكمان مزودة أمام السائق بشاشة دائرية تقدر كمان أنت تتحكم بالمعلومات اللي عم تظهر عليها عن طريق استخدام الأزرار الموجودة على المقود. السيارة طبعا عم تيجي مع مثبت سرعة ومحدد للسرعة، كمان تقدر تتحكم فيهم بالأزرار الموجودة على المقود، وكمان عم تيجينا بنظام تنبيه للنقطة العمياء. ولكن مع كل هاي المواصفات في مواصفتين عن جد استغربت انه ليش اختاروهم بهاي السيارة. اول شيء انت كسائق في عندك مساج بالكرسي، مع انه الكراسي الموجودة بهاي السيارة هي يدوية، يعني ما تقدر تتحكم فيها كهربائيا. تمنيت لو حصلت على كراسي كهربائية بدل المساج مثلا. وتاني شغلة انه يعني مهندسين رينو وصلوا لدقة هاي الخيارات بانه قدروا يخلوك تتحكم بمدى صوت مؤشر تغيير مسارك، بتقدر تعليه وتوطيه. شو ممكن استفيد من هيك خيار؟ بعد ما تورجي اصحابك هاي الخدعة وانه سيارتك اللي حقها 71,900 درهم تقدر تصف وتطلع من الباركينج لحالها وتبدأ قيادتك اليومية بهاي السيارة، فرح تلاحظ فورا انه السيارة مقودها فيه حساسية عالية، وهذا عم خليها تقدر تعمل كل مناوراتك اليومية بالقيادة بكل سهولة. وكمان السيارة فيها توفير كبير للوقود، فإحنا مع استخدامنا لهي السيارة وداخل المدينة وأنا من النوع اللي بضغط على السيارة حصلنا على رقم بعادل 10.6 لتر لكل 100 كيلومتر. ولكن نيجي على قيادة السيارة وتسارعها. السيارة فيها محرك عم بيجي 4 سلندر 1.6 لتر وعم بيولد 115 حصان بس، وهذا بصراحة ما عم بخلي السيارة تحصل على أي نشاط أو أي حيوية. فأنت عم تضغط على البنزين بكل قوتك ولكن السيارة ما عم تحصل على أي تسارع كبير، يعني ما في كيك داون أبداً بالسيارة. ومع وجود الجير اللي هو CVT هذا كمان ما عم ساعد السيارة على انها تحصل على اي نشاط وحيوية. ولاحظت شغلي كمان حساسية المقود اللي تحكمنا حكينا عنها وقلنا انها بتساعدك بمناوراتك اليومية، على السرعات العالية ظلت كمان حساسية عالية، فمجرد ما تحرك المقود لدرجة خفيفة بس السيارة فورا عم بتميل وبتغير المسار، وهذا ممكن يكون شوي خطر مع السرعات العالية. خليني احاول اورجيكم بطء التسارع بهاي السيارة. هيني عم بحاول اضغط 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 60 كيلومتر بالساعة بس، ولكن معظم الناس اللي بيختاروا هيك سيارات يمكن يفكروا بتوفير الوقود ومدى الراحة والعملية باستخدام السيارة أكثر. قبل ما أختم تجربتي للرينو ميغان بدي أحكي عن خيار تاني أخذته رينو، بأنه جعلوا المفتاح بهذا الشكل اللي ما عم ذكرني إلا بوايرلس ماوس لللابتوب تبعي، وهذا المفتاح لا بقدر أعلقه بأي علاقة مفاتيح ولا إله مكان مخصص داخل السيارة، وراح تضلك حاطه بجيبتك دايما هيك. لكن بغض النظر عن هيك، رينو ميغان وبسعرها اللي عم ببدأ من 58,700 درهم واللي عم بوصل مع النسخة اللي معنا اليوم ل 71,900 درهم هي فعلا منافس قوي كتير للسيارات اليابانية والكورية بهاي الفئة، خاصة مع كل المواصفات والتجهيزات اللي عم تحصل عليها مع هاي السيارة. إذا بتقدر تغض النظر عن بعض التجهيزات الغريبة داخل السيارة وقيادة السيارة اللي هي شوي بعيدة عن المثيرة، لكن الرينو ميغان بحضورها وتميزها بالشكل فعلا هي سيارة وخيار جيد بفئة السيدان المتوسطة. وأرجو أن تكون عجبتكم التجربة وبشوفكم بفيديوهات قادمة.